الوقود. حرف الصاد، حرف الضاد. خذي حرفي حرف السين هدية لك. خذي غصني المقصوص بشكل حرف الشين ليحميك من اللصوص. وصلت الفتاة إلى أرض من المأكولات، وكم كان توقيتاً ممتازاً، فهي لم تأكل منذ ساعات. بحثت عن شيء تضع فوقه الطعام، فتشت بين الخزف والتحف حتى وجدت صحناً مختبئاً فوق رف. نادته الفتاة قائلة: هل يمكن أن تقفز وتهبط في يدي بسلام؟ أحتاج شيئاً أضع فوقه الطعام. أجابها الصحن قائلاً: دعيني هنا، فأنا في هذا المكان ساكن ولن أغادره أبداً، فهذا غير آمن. ردت عليه الفتاة قائلة: لا أعرف بشأن ذلك، ولكنني أعرف أنك إن بقيت وحدك ستشعر بالملل، وسيفوت عليك لمس الأشياء ومقابلة الأصدقاء، ولن تشم رائحة العشب والمطر والزهور والشجر. قال الصحن: أخاف إن خرجت من مخبئي أن أنكسر وتتناثر قطعي ولا يبقى لي أثر. أجابته قائلة: لا تخاف، فأنا هنا معك برفق سأسير، وحتى إن حصل مكروه، ألم تسمع بإعادة التدوير؟ سعد الصحن بكلامها وبرفق أهداها قطعة خزفية بحرف ليسعدها. عند بحيرة مليئة بالزهور، رأت الفتاة ضفدعاً لا يبدو عليه السرور. سألته الفتاة: هل أنت مثلي أضعت اسمك؟ قال لها: ربت، لا، كنت أقرأ عن قصة الأمير الذي تحول إلى ضفدع صغير، فأصبحت القصة في ذهني مقلقة. لطالما أردت أن أصبح أميراً وألبس على رأسي تاجاً كبيراً ربت، وألتقط لنفسي صورة للذكرى ربت، وأعلقها عندي في الغرفة. فكرت الفتاة قليلاً وقالت: لنجمع أصدقائك الضفادع لنصنع معاً استوديو يبدو كالواقع. وماذا أيضاً نحتاج؟ سأصنع من هذه الأوراق تاج، وسنلتقط صورة لك لتضعها في غرفتك بعد الانتهاء من التصوير. بدأ الضفدع بالشكر والتقدير، وحينما رأى صورته قال: ربت، مع هذا التاج والحذاء أبدو حقا كالأمراء، شكرا لجعل ما كنت أتمناه حقيقة. ربت، سأضع صورتي على لوحة أنيقة ربت، لذا سأعطيك حرفي حرف الضاد، فهو حرف قنوع عكس العناد ربت. يتبع